هذا سائل يقول: أنا قادم من السفر مع رفقائي، وعندما أدينا صلاة المغرب مع جماعة المسجد قمنا بأداء صلاة العشاء قصرا، فصلى بنا شخص لا نعرفه، لا يجيد القراءة ولا يطمئن في صلاته، فما حكم صلاتنا تلك؟ إذا كان لا يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى، ما يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، وأيضا ما ينقر الصلاة نقر شديد، ما يطمئن في الركوع ولا في السجود، لكنه يسرع، لكنه ما يصل إلى حد النقر، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لأنكم ما هو هذا باختياركم ولا دريتم عن حالته. الصلاة صحيحة إذا ما فيها نقر شديد، سرعة شديدة، وهو ما يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى، الصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم.